حملت مقاطعة المنتوجات الاستهلاكية اللي كيشوفها المغرب في هذا الأثناء، بدأتها مجموعة فيسبوكية فيها غير رجال وأغلبهم من المحترفين ديال الإنترنت ولا ديال الفروع ديالو. من بعد تبناها الشعب، ولحد الآن راها ناجحة ومستمرة بين يدين ولاد الشعب. السلام عليكم، هذه الحلقة موجهة لمن عجزت عقولهم عن فهم الحملة وهم قلة قليلة جدا، مثلا القاضي الذي نحترم شخصه محمد الهيني وفئة قليلة من أمثالها. وفي هذه الحلقة سأثبت لهم وسأجيبهم عن كل الأسئلة، لماذا هذه الشركات بالضبط والدليل على أن هذه الحملة ليست سياسية. سأكشف لكم أسرار، سنشرح بالخشيبات بأبسط الطرق. أول شبهة يقولها هؤلاء، لماذا التركيز على هذه الشركات ثلاث فقط؟ هل لأنها تعود لشخصيات معينة؟ إذن الحملة انتقامية. لماذا لا نقاطع كل الشركات، كل شركات الحليب أو البترول؟ هذا تفكير بليد للأسف. اسمع هذا الشرح من هذا الصديق لأنني سئمت من تكرار هذه الفكرة. الحملة راه مسيسة وكتستهدف شخص معين. واش شريف، راه ما يمكنش تقطع البترول كله. واش بغيتي المغرب يوقف؟ راه ما يمكنش تقطع الحليب كله. راه انت بحالا بغيتي تدمر اقتصاد ديال المغرب. حنا كمغاربة وكشعب ذكي تم استهداف شركات كبرى كتحكم السوق، هي اللي كتبان لينا حنا في الاشهار، ونكتفي بالشركات الاخرى الصغرى المنافسة. كما قال الاخ، نحن نحارب شركات الاحتكار التي تحتكر السوق، وسنوضح لكم بالارقام ذلك بعد قليل. هناك اشياء بسيطة ربما دفعت البعض للاعتقاد ان هذه الحملة مسيسة، هو تقصير منهم في المتابعة وربما حتى تقصير منا في الشرح. طبعا أشهر فيديو عن الحملة من إعداد قناة كفاح والذي بلغ 2 مليون مشاهد. في بداية الفيديو هناك مشهد كوميدي عن أخ النوش، ذكر في هذا المشهد البلوكاج. ربما هذا ساهم في أن هؤلاء الذين لم يقتنعوا بعد بالحملة يظنون أن حزب العدالة هو من يقف وراء هذه القنوات. لكنك لم تشاهد حلقات كفاح كذلك حول العدالة والتنمية، ربما يكون عدو العدالة والتنمية هو عدونا في هذه الحملة. نتكلم عن أخ نوش فقط، أما دانون فهي شركة فرنسية، ومريم بن صالح لا علاقة لها بالأحزاب. الحملة ببساطة لها هدفين رئيسيين لا أكثر. الهدفين هما كسر الاحتكار وخلق المنافسة. نكسر الاحتكار بمقاطعة المحتكرين، ولكي ننعش الاقتصاد الوطني ونخفض الأسعار نشجع شركات صغيرة من أجل خلق المنافسة وتكافؤ الفرص. وهذا ما يشرح لماذا التركيز فقط على تلك الشركات الثلاثة. السؤال الذي يدور في ذهنك الآن، من قال أن هذه الشركات هي شركات احتكار؟ إليك الأدلة. شركة دانون رسميا بالأرقام تسيطر على 60% وحدها على مجال الألبان والحليب وما إلى ذلك، وبسبب هذا الاحتكار تتحكم في السوق كما تشاء، تشتري من الفلاح بما تشاء وتبيع بما تشاء للمواطن. 60% من السوق لشركة واحدة فقط، وكل الشركات الأخرى تسيطر فقط على 40%. اسمع الفلاح وهو يشتكي من الاحتكار. شدته بالنسبة هي الرقم واحد في المغرب، وما فتحتش المجال لشي واحد أخر باش يكون منافس ديالها باش يتزاد الفلاح الصغير الحليب. إذن المواطن والفلاح جميعهم يريدون شركة تنافس شركة دانون، وهذا ما نفعلها، تشجع شركات صغيرة لخلق المنافسة لكي لا تسيطر دانون وحدها على 60% وأن تصبح مجرد شركة كباقي الشركات. ننتقل لشركة سيدي علي ألماس، تسيطر كذلك على أكثر من 60% من هذا القطاع، والشركات الأخرى جميعها تسيطر كذلك فقط على 40%. فقط يبقى سيدي حرازم التابع لمجموعة أونا وعين سيس، والتي كذلك تتبع لشركة دانون. شركة ألماس سيدي علي تبيع لنا مياه أغلى من أوروبا، رغم أننا أفقر بمئة مرة من المواطن الأوروبي. إذن نحتاج إلى خلق منافسة لكي لا تسيطر على 60% وحدها، نشتري من شركات المغربية الصغيرة. شركة إفريقيا، كلنا نعلم بالصفقة التي قام بها أخ نوش لتأمين شركته من تقلبات الأسعار التي كشفها زيان ولم يرد عليه أخ نوش، شاهد التفاصيل في هذا الفيديو. زيادة على ذلك، احتكار إفريقيا لطرق السيار، المحطات الموجودة في طريق السيار هي إفريقيا فقط. لماذا؟ وكذلك محطات مرجان، وشركة إفريقيا وحدها لها الحق في عمل محطات في مرجان. وأيضا هناك معلومات أن المكتب الشريف للفوسفات يستهلك ملايين اللترات من المحروقات يشتريها من إفريقيا.
ولا أحد يعلم كم يؤدي. هذه ثروة وطنية، وبعد ذلك نتساءل أين أموال الفوسفات؟ كل هذا يوضح لك بكل وضوح لماذا استهدفنا هذه الشركات. المشكل ليس هو أننا استهدفنا هذه الشركات لأنها في ملك هؤلاء بتوجيه سياسي، لا تهمنا شخوصهم. نحن استهدفنا شركات الاحتكار فوجدنا أن هؤلاء أصحابها يكونوا أعداء حزب العدالة والتنمية، أعداء الشيطان، أعداء الملائكة، أعداء الله، أعداء لا يهمنا بتاتا. فلو أن شركة دانون في ملك بن كيران أو لشجر أو أخنوش أو غيره كنا سنستهدفها، لأنها الشركة الوحيدة التي تسيطر على 60% وتحتكر السوق. يعطيني أنت في المغرب أي شركة أخرى تحتكر 60% من السوق وسأقاطعها حتى وإن كنت تملكها أنت. يقولون الحملة سياسية فقط لأن شركة إفريقيا تعود لأخنوش، رغم أن شركة دانون شركة فرنسية لا علاقة لنا بها، ومريم بن صالح كذلك أرى أنها بعيدة عن الأحزاب. المشكل هو أنك عندما تبحث عن شركات الاحتكار التي تخرب اقتصاد وجيوب ومستقبل ووطن المغاربة تجد أنه يملكها هؤلاء ولا أحد غيرهم. فإذا قاطعت يقول لك موجه سياسيا، وإذا لم تقاطع يقطع جيبك. والحملة ليست هي أن نقاطع لمدة محدودة، بل الحملة هي من أجل توعية المواطن المغربي بأن يغير عاداته الاستهلاكية وأن يشتري من الشركات الصغيرة من الآن فصاعدا، ويغلق الباب في وجه شركات الاحتكار. وفي النهاية نقول لكم نحن نقاطع، نحن نعرف من أخرج الحملة، شرحنا الدوافع بالأدلة، ونطلب من الله أن ييسر حال هذا البلد، ودمتم أحرارا. إلى اللقاء. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.